أستاذ، من الإشكاليات التي أراها ربما هي قديمة ومعاصرة، مرتبطة بما يمكن أن نسميه بالمقاصدية في المبادئ والقيم والأخلاق التي جاءت بها يعني القرآن الكريم والسنة النبوية. طبعا هناك الكثير من الأمور التي جاءت طبعا وفق سياقات وظروف معينة، ليس على شكل التاريخاني، يعني نقول بأنها جاءت وفق ظروف يعني تنتهي ويعني تبقى تلك الظروف يعني ولا نتعامل بها اليوم. لكن أنا أتساءل حول يعني العلماء، هل هناك يعني مرونة في يعني تجاوز إما بعض الأحاديث يعني الواضحة والصريحة لتغير الظروف؟ ربما أمثلة مختلفة، ولكن أعطي ربما مثال بمسألة الإرث. الإرث يعني تغير الظروف، طبعا الكل يعرف بأنها تغيرت. الآن المرأة تخرج، المرأة يعني تستطيع أن تكفل ذاتها وهي صاحبة مهنة وصاحبة أجر إلى غير ذلك، ولا أموال إلى غير ذلك. هناك من يرى بأن يعني نتبع يعني المبادئ والأخلاق والقيم الكبرى التي جاء بها الإسلام، وهي العدل والكرم والإحسان وغير ذلك والسلام. إذا وهم يروا أن يعني في هذه المسألة أن مبدأ الإسلام هو العدل، وجاء في تلك الظروف التي لم تكن يعني المرأة يعني تخرج للعمل فأقر ذلك، لكن عندما تغيرت الظروف الآن المرأة يعني تعمل ولها أيضا مواردها، لماذا لا نأخذ بالمبدأ العام الذي جاء به الإسلام وهو العدل ونقر يعني تغيير الموارد؟ ممتاز. طبعا أولا أنه يعني المثال الذي ذكرته ممتاز. لماذا؟ لأن تقسيم الورث هو في القرآن، يعني ليس في السنة. أي ليس يعني كيف؟ ولكن السؤال يعني هذا صحيح، لكن أنا أقصد يعني هذا مثال جيد لأنه يبين لنا بالفعل أنه هذا منطلق الفكرة لديهم، لا فرق بينه وبين أحكام القرآن وأحكام السنة. يصير هل أحكام الشريعة قابلة للتغير سواء من السنة ولا من القرآن بناء على تغير الظروف أو لا، سواء ورد هذا الحكم في القرآن أو ورد في السنة. كذا يصير المنطلق صحيح، لأننا بالفعل ساوينا بين مصدرين شرعيين مقبولين. الحقيقة أنه أولا ينبغي ننظر لهذا الحكم من جهتين. الجهة الأولى أنه إطلاق مثل هؤلاء القوم أن الأحكام المواريث إنما جاءت فقط من أجل يعني أن تحقق العدالة في ظروف معينة، وهي ظروف أن المرأة كانت فيها غير عاملة مثلا ولا تكتسب رزقها، نقول هذا الكلام غير صحيح. لأنه لو كان الأحكام المواريث جاءت فقط مراعاة لذلك الظرف الذي لم تكن فيه المرأة عاملة، كان ينبغي أن يفرق بين المرأة العاملة وغير العاملة، لأنه من ذلك الوقت كان في نساء يملكن المال مثل خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هي التي تنفق على النبي عليه الصلاة والسلام. كان ينبغي أن يكون في الحكم الشرعي من ذلك الوقت التفريق، أنه والمرأة يعني ما الذي يتعب ولا يصعب على أن يكون الآية تقول إذا كانت المرأة عاملة فلها مثل مال الذكر، وإذا لم تكن يعني إذا كان فصلت في الإرث وفي الوصية وفي تفاصيل كثيرة، كان ينبغي أنه يورد هذا الاحتمال لأنه موجود أصلا من ذلك الزمن، يوجد نساء ثريات وعندهم أموال وتاجر وعندهم تركات وعندهم كذا. هذا يدل على أنه هذا ليس مرعيا في إصدار الحكم الشرعي، قضية أنها عاملة وغير عاملة لم يكن مرعيا عند إصدار الحكم الشرعي. الأمر الثاني وهو الأهم، وهو الذي إذا فهمناه جيدا نعرف أنه لا يحق لنا التغيير. الإسلام منظومة متكاملة، ولا يحق لنا أني أنظر إلى جزء واحد فقط. يعني مثلا في الإسلام أنه الذي يجب عليه أن ينفق الرجل، ولو كان الرجل أفقر الناس ولو كانت المرأة أغنى الناس. لو كانت المرأة غنية جدا والرجل فقير فزوجها يجب عليه أن ينفق عليه، ولا يجوز له أن يجبرها أن تنفق على نفسها فضلا عن تنفق عليه. إذن بهذه المنظومة أصبح لابد أن يكون للرجل حظ أكثر من المرأة. بهذه المنظومة نفسها جعل للرجل حق القوامة الذي هو ليس حق تجبر ولا طغيان ولا كذا، وإنما هو حق إن صح التعبير قيادة هذه السفينة، سفينة الأسرة التي لا ينبغي أن تكون على التفاهم وعلى الحوار وعلى الكذا، وأنه ليس تسلطا ولا استعبادا للمرأة، لكن في الأخير هو الذي يقود هذه السفينة مثل أي
أداة لابد أن يكون لها قائد معين. كل دول العالم الآن حتى الديمقراطية لها رئيس دولة، هو هذا المقصود، مع أنها ديمقراطية ويمارس فيها الناس الحرية، لكن في الأخير لها رئيس واحد، ما أحد يقول كل الناس لازم يكونوا رؤساء. نفس الشيء في الأسرة، الرجل له حق القوامة، مع حق القوامة لازم يكون له نصيب من هذا الأمر. ثم بالمناسبة يعني، ولذلك أنا أقول هي منظومة متكاملة. أيضا الإسلام يريد من المرأة، لا يحبذ للمرأة أن تكون عاملة على حساب أسرتها، شوف القيد، أن تكون عاملة على حساب أسرتها. ينبغي أن يكون أسرة المرأة وعناية المرأة بأبنائها وزوجها مقدم على كل شيء. لماذا؟ لأن الأسرة لها مكانة كبيرة في التنشئة الصالحة. ولأن الواقع الآن أنه نحن ما سوينا شيء بالواقع الغربي هذا الآن، الحظة الغربية، المرأة تذهب للعمل وتجعل أولادها أو بناتها في حضانة عند امرأة ثانية. يعني في الأخير امرأة بدل ما تتولى هي عملها الأصلي فتربي أبنائها، ذهبت أبنائها إلى امرأة أخرى لتتولى العمل برعاية أطفالها. طيب لما لا هي تقوم بعملها ويصرف لها مال مقابل تربية أولادها؟ مفترض يكون كذا النظام، لكن للأسف نحن جبنا نظام غربي، صرنا نريد أن يعني نصحها بنلوي أعناق النصوص والأحكام حتى توافق الحضارة الغربية. الإسلام جاء بمنظومة متكاملة من الأحكام لبناء الأسرة، لبناء المجتمع، لبناء الكذا. لما نخل بأحد الجوانب نشعر كأنه في ظلم، لكن لما نتضع هذا النظام في كل دوائره ضمن كل تصوره تشعر أنه ليس هناك أي ظلم في القضية، وأنه بالفعل يستحق الرجل في حالات معينة أن يكون له ضعف ما للمرأة. وإلا ترى بالمناسبة يعني حتى في بحث موجود في الإنترنت ممكن تجدونه، أظنه بعنوان حالات، الحالات التي يكون فيها نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل وفق الفقه الإسلامي. ما هو دائما يعني حتى تصوير المسألة وكأنه دائما إرث المرأة على الضعف، إرث الرجل على الضعف من إرث المرأة، ليس صحيحا. فمرات تكون الأم أكثر إرثا من الأب حتى، ومرات تكون البنت أكثر إرثا من مثلا من العم، من الخال، من أحوال كثيرة جدا يكون فيها إرث المرأة أكثر من إرث الرجل، وهي يعني معروفة في طريقة تقسيمة الإرث والفرائض. إذن يعني الجواب الصحيح في الحقيقة في هذه المسألة أننا لن نجد إن شاء الله في قسمة وارث أي ظلم ولا أي مخالفة للعدل إذا وضعناها ضمن منظومة الفقه الإسلامي كاملة. لماذا لا يقال أن إيجاب النفقة على الرجل ظلم وينبغي أن نمنع من ذلك؟ لأنه يعني المرأة صارت عاملة الآن، نغير الحكم نجعل المرأة أيضا واجب عليها تنفق على الزوج إذا كان الزوج فقيرا، يصير بالطريقة هذه. طيب لو قلنا يقول واحد طيب ولا في مشكلة، نقول الكلام هذا كذا غيرت نظام الأسرة بالكامل والفطرة البشرية الذي أراد الله عز وجل أن تسير عليها الحياة،